ولا دهيم عمل بغير الكاميرا يلا بنيت جمع على البحر هتشوف نفسك على اليوتيوب كمان اسبوعين انت بتشد لك الحيطه اللي ورا دي ليه؟ خلاص بقى انا الجامع جاهز مش انت بتهد الخرسانات بس؟ ورايا عمر ابن حماده شو صاحبي هدد الجامع يا ابني دخل الجامع بالجزمه ليه؟ انا بص السجاير برماها بره من السوق يا جماعه وتم يا جماعه دخل الجامع بالجزمه حبيبي ابو سلمى انا عشان ما تحصلينش ترقبوا يا جماعه ترقبوا ده الحديد اهو صنبره المحله طبعا عليكم على الحاج بشير على طول الحاج بشير واجه المشاريع بتاعتنا والحقيقه الخرطه كمان النهارده يا غاز عفره يا جماعه طبعا ما بيعدوا الجامع حد يقول لي ما بيعدوا الجامع ليه يعني عقبال عندكم كده عملوا الجامع ده ما شاء الله حاجة ما شاء الله ربنا يبارك بس تبقى الجيس طبعا ما تفتحش دي كانت الزاوية القديمة المفروض تبقى عارف تبقى هيئة الآثار أصلا الزاوية دي مش عارف بيعدوها ليه بس هما بيقولوا إن هما يعملوا مكانها رغم إن هما يعملوا واحد تاني المهم يا جماعة يا ريت ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة ريت أمن طبعا ولايك للبيتش عشان يوصلك كل جديد. لا مش هياخدوك. يلا سلام عليكم.